قاعد واداري، وهو الحقيقه قامه كبيره جدا، بتشرف ان انا دايما يكون موجود معايا اسمع وجهه نظره، الفيلسوف كابتن ايمن يونس، كابتن مصر. كابتن ايمن مساء الخير. كابتن ايمن مساء الخير. كابتن سيف، وحشنا يا كابتن، ازي حضرتك؟ لا ده انت وحشني وواخد انذار اصفر وعليك غرامه، ويعني انا مش قادر اقول لك انا عامل فيك ايه. كل سنه وحضرتك طيب وبصحه دايما يا رب كده. سنه خير عليك وعلى اسرتك وعلى برنامجك وعلى مشاهدينك وعلى بلدنا، ويا رب سنه بقى فيها نفس احسن بكتير في كل حاجه. يا رب. دايما بحب اسمع حضرتك، والجمهور دايما يحب يسمع وجهه نظر حضرتك، خصوصا حضرتك واحد من القامات الكبيره اداريا اللي خدت تجارب قبل كده داخل نادي الزمالك. الزمالك الآن يا كابتن في احتياج لمدير فني أجنبي ولا معتمد يكمل؟ زيزو يكمل ولا الزمالك يستفاد بفلوسه؟ القيد يتفتح ولا اتفضل؟ أولا أي حاجة أنت قرار بتعمله لازم قرار بتكون بتبني له، ودي حاجة مش موجودة في حساباتنا. يعني إيه بتبني له؟ يعني أنت بتحضر، لو كنت عايز تحضر لمعتمد كنت بتحضر معتمد بشكل كويس قوي وبتجهزه بشكل كويس وبتجهزه من الناحية الإعلامية ومن الناحية النفسية ومن ناحية كل ده، وبعد كده بتقول أنا هحتفظ بيه. بعد ما الراجل اتحط رجعت بعد كده بصراحة الأجواء العامة راحت لمدير فني أجنبي، يعني ده ما كانش مجهز. فخلاص نادي الزمالك أصبح مجهز لمدير فني أجنبي، خلاص الموضوع بقى واضح. لان معتمد اتخذت منه فكره ان هو يكمل، اتخذت منه هو شخصيا، يعني هو نفسه ما بقاش مقتنع ان هو يكمل، لان الموقف الاخير اظهر معتمد بالشكل ده. خلاص الزمالك رايح لمدير فني اجنبي ودي حاجه مقبوله، لكن هو اللي مطلوب يتفهم الحسبه الماليه لكل اللي بيحصل هتتعمل ازاي؟ هو ده الصراع، هو دي مناطق المشاكل، هتعمل ازاي الحسبه الماليه؟ مدير فني اجنبي، تعديلات كتيره في اللعيبه وفي اللعيبه اللي انت عايز تستخدمهم، اللعيبه الافارقه اللي بيتكلموا عليهم، بصراحه الله يكون في عون مجلس اداره الزمالك مطالب يحل مشاكل كتيره قوي في مده قصيره. كابتن ايمن، الملف الشائك دلوقتي، حضرتك لو صاحب قرار داخل نادي الزمالك تجدد لزيزو سنتين ثلاثه ولا تبيعه وتستفاد بالفلوس؟ اجدد لزيزو طبعا، ونادي الزمالك محتاج اربعه زيزو، نادي زي الفرق الكبيره بتحتاج اربعه وخمسه سوبر ستار. لو الزمالك فقد واحد من اهم الاركان هتبقى مشكله كبيره. انا زي مشكله فتوح، انا اول واحد كلمت كابتن حسين لبيب وقلت له عالج المشكله بطريقه غير البتر، ان انت لازم تشوف حلول نحتفظ بيها فتوح، لان برضه نادي الزمالك محتاج يحتفظ بابنائه المميزين. فاعتقد زيزو لا، يعني كلام ما فيهوش نقاش يا كابتن سيف، لازم الزمالك يحتفظ بزيزو بس تماما. بس يا كابتن حضرتك هنا بتتكلم في 8 9 مليون دولار، يعني حضرتك بتتكلم في 300 400 مليون جنيه ياخدوا الزمالك في حته تانية، وبتكلم لعيب السنه الجايه لو ما مضاش بالارقام اللي هو عايزها. أيوة ياخدوا، اصبح اتفضل يا كابتن. لا ياخدوا الزمالك في حته تانية، بس هياخدوا الزمالك في حته مش كويسه. هو الموضوع مش مالي بس، لان مين اللعيبه اللي في مصر اللي يقدر الزمالك يشتريهم يعوضوا زيزو؟ مفيش. زيزو احسن لعيب في مصر بقاله سنتين ثلاثه بلا منازع. يعني حضرتك عايز تقول ان ال 500 او 400 مليون جنيه زيزو احسن منهم؟ يعني بكتير بكتير بكتير، مش هيعوض. انت بتتكلم على نادي الزمالك جماهيريه وتاريخ، واحنا لازم نقول له كل سنه وانت طيب على ال 113 سنه، لازم نقول نادي الزمالك دايما بخير ودايما يا رب يعني ينور طريق المجلس الاداره ونستعيد شخصيه نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك تزداد. وبصراحه التاريخ كبير قوي، نتكلم نادي الزمالك محتاج حلقات على 113 سنه. صح. لكن خلينا نتفق في الاخر ان نادي الزمالك من غير سوبر ستارز ما يبقاش نادي الزمالك. ده احنا اتربينا، انت في كل جيل من الاجيال كنت لازم تلاقي اتنين تلاته بيلمعوا يا كابتن سيف. طيب لو يا كابتن ايمن، النهارده الناس برضو اللي قاعده حسبتها، انا النهارده مضيت صبحي، مضيت فتوح النهارده ب 20 25، زيزو النهارده جاي له رقم كبير عشان النهارده خليه يقعد همضيه ب 30 40، يجي ده يجدد امضيه ب 30 برضو، انا هدفع الفلوس دي منين؟ اولا مش عايزين نضغط على ان مجلس الاداره عارف المشاكل وعارف الضغوط وعارف ان دي حاجات ما ينفعش انه يتصرف فيها بشكل خاطئ. يعني
هو داخل وعارف مشاكل نادي الزمالك، عمليه التطوير، عمليه الحسبه الماليه، عمليه الاستثمار، الناس اللي موجوده خلينا نتفق ناس محترمه وناس مميزه ان هي تقدر تلاقي حلول. انا مش معاهم، لكن احنا دايما في ظهرهم. انت حضرتك عايز تقول انتوا دخلتوا وانتوا عارفين انتوا جايين على فين، وانتوا ملوك اللعبه الماليه، فدورنا وزيزو مش في الحسبه دي. وزيزو مش في الحسبه دي خالص. مش هتحل مشاكلك على حساب زيزو. انا مش هحل مشاكلي واقعد 3 4 سنين ما بلعبش، ما بنافسش على دوري. انا حتى ما بقولش بكسب دوري، بقول نادي الزمالك نادي منافس على بطوله الدوري والكاس وافريقيا واي مسابقه بيخش فيها. لو انت فقدت واحد زي زيزو، واحد زي فتوح، نادي الزمالك مش هينافس. طب اسال، مش هتلاقي البديل اللي يقدر يديلك نفس المردود الفني. اسال حضرتك سؤال تاني يا كابتن عبد الله السعيد، رمضان صبحي هل ممكن يكونوا بدائل؟ معقول قاعدين السيديهية دي بقالنا 7 سنين يا كابتن سيب بنسمعها؟ كل اول مرحله انتقال عبد الله السعيد هيعوض كله ويرجع الزمالك. رمضان صبحي زملكاوي وقرر يروح الزمالك، وده علشان يغيظ ده، وده عشان يغيظ ده، كلها ترويج للفتن، كله كلام هوا. محدش عايز يغيظ حد يا كابتن. انت حضرتك دلوقتي بتعمل، لا يعني انا اقصد صناع الفتن. صناع الفتن في مصر هم اللي بيروجوا. لا هو كابتن المشهد مش كده، هو المشهد ان انت النهارده بتفكر في عمليات احلال وتبديل وتوافيق، يعني بتقول النهارده هطلع كذا هجيب، ما هو السوق مفهوش زي ما حضرتك قلت، فانا عشان اجيب ده المتاح، هل ده حضرتك يعوض ده؟ البدايل انا اعتقد هم عايشين في حاله استقرار مالي جوه بيراميدز، وده لازم يكون واضح. هم الناس عندهم استقرار مالي متكامل. عبد الله السعيد جزء من شخصيه بيراميدز، وعبد الله السعيد بينهي حياته، اعتقد هيرد الجميل لبيراميدز ان هو ينهي حياته السنه اللي فاضل او السنتين بشكل لائق. وهو راجل نجم سوبر ستار، حاجه ملفته قوي ان احنا نتفرج على عبد الله السعيد. طول عمره بيأدي اداء راقي جدا ومميز. رمضان صبحي تحدياته في بيراميدز ما كملهاش، لان رمضان صبحي لما يروح المفروض رمضان صبحي في الفرقه دي يقدر يدي اضافه ان هو يقدروا يكسبوا بطوله. تحديات رمضان صبحي ما خلصتش في بيراميدز. اللي كان عايز ينتقل للزمالك هيتنازل ماليا، لكن مش هيتعامل زي ما بيتعامل في بيراميدز. هل رمضان صبحي، ما هو انت لو تفتكر عمليه انتقاله من الاهلي للبيراميدز مفهوم الناحيه الماليه طغت على فكره في الوقت ده، بس هل من وجهه نظر حضرتك فنيا الصفقات دي زي زيزو، ولا زيزو ملوش بديل في مصر من وجهه نظر؟ لا 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 لا، مفيش زيزو ملوش بديل. زيزو النجم الوحيد اللي بيأدي بشكل مميز مختلف بشخصيه. اعتقد زيزو مفيش لاعب زيه، بالاضافه لحاجه واحنا اتكلمنا فيها دايما في الاستوديوهات، زيزو اللعيب الوحيد اللي بيديلك كل الماتشات بنفس النسب وبنفس الدرجات. صح، لعيبه كره في مصر كلهم بيديلك ماتش 7-8 وينزل لك 5-6، زيزو اللعيب الوحيد اللي بيديلك 8-9 كل ماتش. طيب حضرتك حطيت عنوان مهم دلوقتي لمجلس اداره الزمالك، قلت لهم ان انتوا كلكم في ظهرهم، وقلت لهم الحل مش على حساب زيزو، صح كده؟ والحل مش على حساب فتوح، صح كده؟ والحل مش على حساب صبحي، انا كده ماشي صح؟ الحل مش على حساب شيكابالا كمان، والحل مش على حساب مين تاني؟ لا، في والونش، ما انت الثوابت بتاعتك والونش دول عناصر، 5 عناصر قد تكون هي الاهم في الفريق، ولازم نحترم قوي بعض اللعيبه المحترفين زي المسلوسي والاداء اللي بيعمله. بحترم قوي كمان التطور اللي حصل لعمر جابر، كل لعيب بيجتهد ولعيب بيأدي بشكل غير عادي. منطقه نص الملعب منطقه مشاكل نادي الزمالك. بحترم قوي كمان اوباما وان هو بيستعيد كتير من بريقه في الفريق. كل دي عناصر مهمه قوي. دول ثوابت الفرقه اللي انت بتبني عليها الفريق. صح، انت دلوقتي حضرتك اديت تصريح ناري دلوقتي، يعني حضرتك قلت احنا في ظهركم، انتوا دخلتوا عارفين مشاكل الزمالك، احنا في ظهركم بنساعدكم بنساندكم، ولكن الفريق خط احمر، مش على حساب الفريق ولا حساب البطولات. يا سلام، طبعا تمام. وكمان المهم قوي، الناس ضغط قوي على مجلس اداره الزمالك، لازم نقول حق ربنا. عايزين كل الحلول تتحل بالراحه، نديهم نفس. في حاجات اولويات، قد تكون الاولويات فتح القيد، بس انت هتفتح القيد، هل في لعيبه انت هتلاقيها كنادي الزمالك مميزه؟ كل الاسماء اللي بتتقال عفوا مش هتدي اي اضافه، ما شفتش اسم مميز. انت هتفتح القيد ومفيش ولا لعيب مميز. هو احنا هنرجع، ومش حابب قوي الفكره اللي الناس بتروج ليها ان الزمالك هيتعاقد مع 5 و6 و7 لعيبه. انا عايز لعيب مؤثر، مش عايز 5 6 7 لعيبه مش مؤثرين.
النغمه دي اتغيرت خلاص. كل انت برضو يا كابتن ايمن عالمي، عشان كده بحب اسمعك. انت عايز تقول انا بعت فك القيد من قفل القيد، ما تعنينيش انا، يعنيني ماذا بعد؟ هتفتح القيد هتجيب ايه؟ لكن مش هفرح انك فتحته او ما فتحتوش، انا هفرح بالخطوه التاليه. انا يعني شايف ان هو ده الحقيقه. مليون في المية. هل انت اللعيبه كمان عمليه استعراض ان في الزمالك بيستغنى، او فتنه ان اللعيبه اللي بيستغنى عليها نادي الزمالك 7 أو 8 لعيبه، فكره غير مقبوله غير مطروحه. صح. انت مش هتقدر تشيل 7 8 لعيبه مره واحده. صح. وتقول انا هجيب بدايل عنهم، انت ما تمتلكش رفاهيه المال اللي انت تقدر تعمل كده دلوقتي. صح. انت كل اللي بتعمله بتعمل سلمه ثبات، عايز تقف على حاجه ثابته، ان هو ما عليكش ديون، ان هو انت القيد بتاعك مفتوح. ما بعد كده نقدر نفكر فيه بقى مع بعض، مين اللي يقدر يخش نادي الزمالك، مين اللي يجي في نادي الزمالك. صح. اتنين، انت عندك مرتبات لعيبه كتير قوي ما اتدفعتش، ونادي الزمالك لازم يكون دافع كل مرتبات اللعيبه. صح. كلام يا كابتن بصراحة 10 على 10. بشكرك كابتن أيمن، وبتشرف بوجود حضرتك دايما، وكل سنة طيب. سنة سعيدة على حضرتك دايما يا رب، ومكسر الدنيا ومتألق. أمر بشكرك كابتن، شكرا جزيلا. كابتن أيمن ينس واحد من الناس الحقيقة اللي أنا بعتز بيها وبحبها جدا جدا جدا، ووجهة نظر دائما عقلانية.